جزاكم الله خيرا. محمد سين سين يقول بأنه شاب من مصر يعمل في الرياض منذ فترة طويلة، وفي شهر رجب الماضي سافر إلى مصر للزواج. يقول والحمد لله تم الزواج في آخر رجب، ثم دخل علينا رمضان، فجامعت زوجتي في نهار رمضان حوالي 4 أيام متفرقة، وكنت أظن بأن علي الصوم 4 أيام مكانها فقط في أي وقت، ولا أعرف حكم غير ذلك، وزوجتي كانت مضطرة لفعل هذا لعدم مخالفتي، فما الحكم في ذلك لي ولزوجتي مأجوري؟ الحكم أن هذا حرام ولا يجوز ويفسد الصيام، قوله تعالى بقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فأباح الجماع بالليل، وإذا فعله في النهار فإنه يفسد صومه ويكون عليه كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا. وذلك لقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا تصدق به. فقال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ ما بين لابتيها بيت أفقر منا. فقال: خذه وأطعمه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده عليه الصلاة والسلام، قال: خذه فأطعمه أهلك. فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة بالجماع في رمضان مع التوبة إلى الله وقضاء اليوم الذي حصل فيه الإفساد، وهذا يكون واجبا عليك وعلى زوجك، كل منكما تجب عليه الكفارة في هذا الترتيب، ويجب عليه قضاء اليوم، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم.